يعني ونحن نحتضن روضتك وننهج دربك ونسير على ما سرت عليه. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما وفقت إليه من هذه السعادة ومن أشرف سعادة وهي الشهادة التي حباك الله بها وشرفك الله بها، فإنه لا ينالها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الشهادة ثمرت أنه سلك طريق ذات الشوكة، طريق الجهاد، طريق الإباء، طريق الحرية التي أوصلته إلى هذه النتيجة وهذه الدرجة العالية. السلام عليك شهيدنا هاني، السلام على جميع الشهداء، طبت وطابت الأرض التي فيها دفنت. فلقد وفدت على ربك أملس، لا تدعت عليك تخرج من قبرك إلى قصرك تعانق الحور العين. هنيئا لك، لقد سلكت درب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الذي أعلن الدنيا بأسرها بأنه إنما خرج لطلب الإصلاح، لأجل نصرة هذا الدين، لأجل إقامة القيم والمسل والحرية. فأعلن صرخة مدوية أمام جيش يزيد وأتباع يزيد: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. السلام عليك يا شهيدنا الغالي، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. السلام عليك أيها الشهيد السعيد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.